تكية خاص كالسلطان. هذه تكية من أيام العثمانيين، أيام سليمان القانوني، هي زوجة أحد السلاطين العثمانيين. وطبعا فلسطين والقدس كانت تحت سيطرة العثمانيين لأكثر من 400 سنة. مسمى تقية خاص السلطان أجى على زوجة أحد السلاطين العثمانيين أيام سليمان القانوني، وهي اسمها خاصكي. وكانت المبدأ من هذه التقية اللي موجودة في القدس الشريف في البلدة القديمة، وأيضا في مدينة الخليل، خليل الرحمن اللي قرب المسجد الحرم الإبراهيمي، لتقديم الطعام للعائلات الفقراء والمحتاجين ولرواد المسجد الأقصى المبارك. هذا جزء من مدرسة دار الأيتام، بناية قديمة مساحتها 5000 متر مربع في داخل البلد القديمة، تحت إشراف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. البناية هي عبارة عن عدة أقسام، قسم لدار الأيتام الداخلي الصناعي، ومدرسة علم تعليمية من الأول الإعدادي للثانوي في مدرسة طلاب عاديين، وقسم منها اللي هي تكية خاص كسلطان. بنيت هذه التقية خاص كسلطان أو باشرت عملها في سنة 1552 ميلادي، ولا تزال حتى يومنا هذا. تقطعت في بعض الفترات من التوزيع عن الطعام، ولكن بإشراف دائرة الأوقاف الإسلامية منذ عام 76 لحد هلأ مستمرة بتوزيع الطعام على المحتاجين يوميا دون انقطاع، بدعم مباشرة من وزارة الأوقاف الأردنية وإشراف ومتابعة، ومن لجنة زكاة القدس، وبعض المتبرعين والمحسنين من فلسطين ومن خارج فلسطين من الدول العربية والإسلامية، خاصة في شهر رمضان. شهر رمضان المبارك نحن نزيد الكميات، نوزع للرواد وللصائمين وللوفود اللي قائمة في المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم يكون هذا على حساب المحسنين والمتبرعين من خارج القدس ومن خارج فلسطين، جهات رسمية أو حكومية أو مؤسسات أهلية أو أشخاص يتبرعون عبر القنوات الرسمية وحسب الأصول في وزارة الأوقاف الأردنية، ومن ثم تم تحويل الأموال لشراء المواد العينية. وفترة الصباحية يتم التوزيع، فترة الظهر التحضير الصبح والتوزيع الظهر، وبالفترة المسائية يتم تجهيز الطعام للعاملين في المسجد الأقصى المبارك على نفقة دائرة الأوقاف الإسلامية الخاصة اللي تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية المالية. بنحضر الوجبات الطعام للحراس، للأئمة، للمؤذنين، للسدنة، للنظافة، لكل موظفين الأقصى يتم تجهيز الطعام هون. التكية في الظروف الصعبة كانت تشتغل، يعني في فترة الكورونا كانت تشتغل، انقطعت الناس عنا، كنا نحاول أن نوصل لبعض الناس اللي ما بيقدر يوصلوا وجبات العائلية للعائلات الفقيرة والمسطورة. ولما كان ما كان في جدار حول القدس كانت الأعداد كبيرة جدا،
ولكن بوضع الجدار قلصت الأعداد، يعني كان في إخوان من مخيم شعفاط، من سلوان، من مناطق محيط محافظة القدس كان يجوا يستفيدوا من تكية خاصة السلطان. احنا في الايام العاديه في رمضان بنعمل 30 يوما، يوم يوم بتوزيع الطعام الى المحتاجين، واما بعد رمضان عندنا 5 ايام وجبه ساخنه، واليوم السادس هي شوربه الفريكه المشهوره فيها الدقيه منذ عبر السنين. احنا بنقدم للناس الوجبه يوم لحم خروف، يوم دجاج، ويوم لحم عجل، وبكون الطبخه عندهم جاهزه للعائلات، كل عائله تيجي بتاخذ الكميه اللي هي بحاجه إلها. نحن نحتضن هنا ما بين 180 ل 220 عائله، كل عائله معدل عدد افرادها بين 5 إلى 8 افراد، وتم التوزيع الساعه 12 الظهر كل يوم بالايام العاديه. يعني الذكية خاصة السلطان البلد القديمة من باب المجلس، يتم من باب العمود الدخول من باب العمود أو باب دمشق إلى شارع الواد، من شارع الواد عند المفرق الطرق إلى باب الناظر أو باب المجلس على اليمين طلعت درج عقبة الذكية وسميت بهذه العقبة نسبة الذكية، هي دار الأيتام الإسلامية، يعني اللي بده يوصلها ما بتوه، قريبة جداً، مشهورة جدا على كل المواقع، موجودة على موقع دائرة الأوقاف، على كل المواقع موجودة، أو من باب الخليل على سوق العطارين باب خان الزيت، وبننزل نزلة دير القنصل اللي بتودي إلى الذكية. البلد القديمة الشمال شرق غرب، المسجد الأقصى اللي مساحته 144 دونم بالثمان أبواب، 9 هم من والباب المغلق اللي مسيطر عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67 اللي هو باب المغاربة، 8 أبواب هي حركة اتصال وتواصل ما بين حواري وأحواش وعقبات البلدة القديمة. يعني بدخل باب سباط، بدخل على الحرم بيطلع باب المجلس بوصل لدكية، بدخل باب السلسلة بيطلع باب المجلس بوصل لدكية، بدخل من باب الغوانمة بوصل لدكية، أبواب الحرم زائد أبواب البلد القديمة هم من شبكة متكاملين مع بعض حتى يوصل أي فرد أو أي إنسان ضيف على القدس على فلسطين بالسهولة إلى لدكية إلى الموقع هذا.